ونتابع مع المشاهدين الكرام هذه اللقطات التي وردت للتو لاحتفالات العراقيين ببيان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي أعلن فيه أنه سيقدم إلى البرلمان طلبا بالاستقالة من رئاسة الحكومة. وقال عبد المهدي في بيان له إن هذا القرار يأتي تلبية لمطالبة المرجعية الدينية العليا بذلك. وأضاف عبد المهدي أنه يتخذ هذا القرار بسبب الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد. وكانت المرجعية الدينية برئاسة علي السيستاني قد دعت إلى سحب الثقة من الحكومة وحذرت في الوقت نفسه من انزلاق العراق إلى حرب أهلية.